هنأ مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الأستاذ الدكتور شوقي علام البابا تودروس الثاني والإخوة المسيحيين، وذلك بحلول عيد الميلاد المجيد. جاء ذلك خلال زيارة مفتي الجمهورية إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية. وأكد علام أن التجربة المصرية في العيش المشترك وتحقيق مبادئ المواطنة الكاملة تتجلى في مثل هذه المناسبات التي يحرص المصريون جميعا على التشارك فيها. وأشار مفتي الجمهورية إلى أن جماعات التطرف والإرهاب حاولت مرارا شق الصف المصري ببث الفتنة، إلى أن وعي الشعب المصري وتماسكه وترابطه جعل ذلك أمرا مستحيلا.